عاد للحياة ليهب الأمل والعلم والنور لأطفال قدر لهم أن يحرموا من أبسط حقوقهم في الحياة. المعلم محمد معين الخضري ابن حي الشجاعية في غزة، الذي خرج من تحت ركام منزله بعد أن أعلن عن استشهاده في قصف إسرائيلي، ليجد نفسه في رحلة نزوح وهروب قاسية حتى استقر في أحد مخيمات النازحين في دير البلح. فبدأنا في تدريس اللغة العربية والتنشيط والتفريغ النفسي للأطفال لما يعانونه من القصف الإسرائيلي المستمر، وكذلك من الخوف والإرباك وبعض الظواهر السلبية لدى الأطفال على مستوى كذلك التبول الإرادي، على مستوى مرحلة الصدمة وما يعيشونه من الصدمة. كذلك بعد ذلك تم تعريضنا للقصف الصهيوني وكنا في عداد الشهداء. بعد ذلك ذهبنا إلى منطقة دير البلح وأكملنا المبادرة التعليمية. طبعا كان هناك إقبال متميز ورائع من قبل الطلاب والطالبات وكذلك من قبل الأهالي من خلال دفع أولادهم إلى التفريغ النفسي والتفريغ التعليمي والتنشيط بشكل عام. طبعا نستخدم مع الأطفال كل استراتيجيات التعلم بالرغم من شح الإمكانيات على مستوى الدمى، على مستوى المسرحية، على مستوى الرسم، على مستوى الرسم بالألوان. كل أساليب التعلم الجميلة نستخدمها مع الأطفال بالرغم من شح الإمكانيات. ومرة أخرى يعود الأطفال لينتظموا في فصل دراسي، لكن هذه المرة داخل خيمة بعد أن حرموا من حقهم في التعليم جراء أعنف حرب يشهدها العصر الحديث، منعت ما يقرب من 625 طالبا وطالبة من الانتظام في عملية تعليمية، ويصبح مصير التعليم في قطاع غزة مجهولا مع عدم وجود رؤية واضحة لاستيعاب هذا العدد الذي حرم من التعليم. احنا برضو صغار زي الاطفال العالم بيعيشوا قاعدين بيجروا بيتعلموا، بيشوفوش الموت في عينيهم، بيشوفوش المصابين، بيشوفوش المقطعين واللي ايدين ورجليهم. اما احنا شفناهم حتى حمالين، حتى مفيش حاجه اللي يشيلوهم فيهم، صاروا يشيلوا بس محرمات على الاقل عشان يرفعوهم. يا الله قديش احنا تعبنا، برضه حقوقنا احنا برضه نتعلم نقرا. بقى زمان كنا نقرا ونتعلم، اما الحين اول ما صارت الحرب كله طار. اما الحين اجى الاستاذ محمد معين الخضري اجى الطير ورجع لنا ذكرياتنا بعد ما طار، رجع وتعلمنا وعلى الاقل قرينا. على فكره قاعدين احنا بنرجع ذكرياتنا اللي باقي زمان بقينا نتعلم. التعليم في القطاع المنكوب أصبح يعتمد على مبادرات من المعلمين الذين كتبت لهم النجاة، مثل مبادرة المعلم الخضري المختص في تأسيس اللغة العربية والخط العربي وصعوبات التعلم، والذي يحاول قدر الإمكان تعليم وترفيه الأطفال داخل مراكز الإيواء، مستخدما أنشطة تعليمية بسيطة لتشجيع الأطفال على المشاركة وربطهم بالعملية التعليمية.